لازم يا جماعه كلنا نتفائل، لازم كلنا نساند المنتخب بمنتهى القوه بمنتهى القوه، ونرفع من الروح المعنويه لكل لاعيبه منتخب مصر وللجهاز اللي فات. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه زار المنتخب واتكلم مع الشباب المنتخب والجهاز الفني واللاعبين، وكلماته اكيد كانت مهمه جدا وبدورها ترفع من الروح المعنويه للاعبين قبل انطلاق بطوله ومحفل مهم وكبير جدا زي بطوله الامم الافريقيه. والرئيس اكيد قال لهم ان احنا منتظرين ان احنا نسعد شعب مصر، منتظرين منكم ان انتم ان شاء الله باذن الله تعملوا لنا بطوله كويسه توصلوا للنهائي، مش بس ان توصلوا للنهائي، احنا عايزين البطوله كده من الاخر، لان الشعب ده فعلا محتاج يفرح. بطوله مهمه بقى لنا كتير ما حققناهاش، حققناها 3 مرات ورا بعض، بعديها رجعنا بعدنا 3 مرات عن البطوله متتاليه، وبعد كده وصلنا للنهائي اول ما رجعنا البطوله، فبالتالي عندنا فرصه كبيره جدا السنه دي ان شاء الله، لان كاس الامم الافريقيه في ملعبنا، وكمان في تواجد الجماهير المصريه اللي هتآزر المنتخب زي ما تعودنا دايما منهم في مختلف المناسبات ومختلف المحافل اللي بيكون متواجد فيها الجماهير المصريه، وبيكون اكيد ليهم مفعول السحر وبيكون ليهم دافع قوي جدا عند اللاعبين بيقدروا يوصلوه للاعبين، فبالتالي من هنا تاتي الانتصارات، حتى لو في بعض الاحيان بيكون الاداء مش كويس، اللاعبين مش في مستواهم، لكن هنا بيبقى دور الجمهور دايما هو الاهم. فبالتالي النهارده زياره بصراحه للاستاذ او طبعا للرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا رئيس جمهوريه مصر العربيه، زياره كانت مهمه جدا، وزياره بدورها هتكون ايجابيه جدا جدا عند اللاعبين قبل بطوله الامم الافريقيه. بالتالي لازم كلنا نعزر المنتخب بمنتهى القوه، لازم يبقى عندنا نوع من التفاؤل. براحتك، اوكي شايف ان صعب البطوله مصر تفوز بيها، مش مشكله عادي، لكن في نفس الوقت